السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا فيكم في حلقة جديدة من ريبرومانيا. اليوم ان شاء الله راح نراجع هاك او اللعبة مبنية من الصفر، وهي اكثر لعبة مميزة راجع حتى الان في القناة. طبعا اقصد كلعبة غير رسمية. هاللعبة هي سونيك على جهاز الاتاري. نعم نفس ما سمعتوا، سونيك على جهاز الاتاري. بطلها مش سونيك بالضبط، وانما بطلها زيبي ذا باركوباين او زيبي النيس. اللي ما عرف حيوان النيس هو هذا. هاللعبة مطورة من شخص اسمه كريس براي، وتم نشرها من فريق اتاري ايج. هذا عبارة عن موقع يختص فقط حق جهاز الاتاري، بالاضافة لوجود فريق هو يصممون العاب اتاري عليه. هاللعبة نزلت في سنة 2016 على جهاز الاتاري، ولكن كنسخة ملموسة فقط، لان المطور يريد يستلزق من هالنسخ. والغريب ان سيجا ما قادت الفريق اللي كان وراء هالهاك. اتوقع هذا كان سببهم الرئيسي في تغييرهم لاسم الشخصية وشكلها بغلاف على الاقل. لكن عموما سيجا بشكل عام اكثر انفتاحا على عكس الشركة اللي كلنا نعرفها، واللي هي معروفة بتدمير طموحات الهواة. على كل حال ما علينا، هي نزلت كنسخة ملموسة في سنة 2016 نفس ما ذكرنا، ورمالها نزل بعدها بسنة، واللاعبين حصلوا على فرصة لتجربتها مجانا. نظام اللعبة مش نفس النظام المألوف اللي الكل تعود عليه. انت تنحط بشكل عشوائي في خريطة المراحل، وفي باللعبة 16 مرحلة. انت اختار مرحلة، ولما تخلصها انت بنفسك لازم تمشي خطوة للمرحلة المرغوبة وتختارها الي ما توصل لروبوتنك او مستاشمان حسب مسمى بهاللعبة. بمعنى ان انهائك المراحل يكافئك باعطائك خطوة اضافية. خلينا نتكلم عن الجيم بلاي. طبعا التحكم بسيط، عصا التحكم للحركة والزر للقفز. طبعا الاتاري ما في لزر واحد، اللعبة ما تطلب ازرار كثيرة. عموما الجيم بلاي مثل ما تشوفون، نفس اساسيات لعبة سونيك الاولى، تركض بسرعة وتنط على الاعداء والاخرة. المذهل ان اغلب العناصر الرئيسية بالجزء الاول موجودة هني، تقدر تجمع الخواتم وتكسر الشاشات اللي تعطيك الاغراض المساعدة. المذهل باللعبة ان فيها حركة الشحن الدحرجة، واللي تمت اضافتها لاول مرة في الجزء الثاني. علاوة على ذلك لاحظت ان عندك حركة الدروب داش من سونيك مانيا. الغريب ان هاللعبة نزلت في سنة 2016 وسونيك مانيا نزلت في 2017، فما اعتقد انهم خذوها من سونيك مانيا. هل مطوري سونيك مانيا خذوها من هاللعبة؟ الله اعلم. المهم يمكن يكون موضوع خطا تقني، لان لاحظ ان مرات يوم اقفز وانزع الارض سونيك او زيبي يظل متكور ويستمر بالتقدم الي ما يوقف. المهم اللي يبهرني انهم حطوا حركة المرور في الطرق الدائرية. طبعا لازم تكون راكض عشان تسويها. سونيك الاولى على الجيم جير ما كان فيها طرق الدائرية، نسخة الاتاري فيها؟ ما علينا. الجيم بلاي ممتع وبسيط، لكن هل في عيوب؟ نعم، راح تواجه بعض المشاكل في التحكم، لكنك مع مرور الوقت راح تتعود عليه. وفي نفس الوقت لازم تكون حذر يوم تلعب. القفزة عالية ما تقدر تسويها إذا قفزت وانت ثابت مكانك بدون حركة، لازم تكون ماشي أو راكض عشان تقدر تسويها. يمكن يكون هالشيء مزعج، لكن إذا تقنته راح تقدر تتقدم فيها. إذا انت مكنت من أغلب أساسياتها راح تقدر تتقدم بالمراحل بشكل أسهل، بس اللي عليك انك تتعود. المميز باللعبة ان فيها مراحل البونس ستيج، وهم عبارة عن تجميع خواتم وفي نفس الوقت تتفادى السقوط في الحفر اللي انت تسويها بسبب الدحرجة. على كل حال بالنسبة للمراحل نفسها، هم عبارة عن 4 عوالم، وكل عالم فيه 4 مراحل، المجموع هو 16 مرحلة. العوالم هم جرين هيل وماربل وستار لايت واخيرا لابرنث. طبعا هم مغيرين اسمائهم بهاللعبة. بالنسبة لتصاميمها طبعا ما راح تقدر تميز المرحلة عن غيرها الا اذا شفت لون الارضية مالها كيف مختلف، او اذا سمعت موسيقتها. طبعا بسبب قدرات الجهاز المحدودة صعب يحطون تفاصيل كبيرة بالرسوم، وانا اعذرهم على ذلك. وبتلاحظون بعد ان المراحل عبارة عن طوابق يوم تروح للعلة عن طريق رفعات. اللعبة الاصلية طبعا مش خطية المراحل، هم قرروا يخلون نسخة الاتاري نفس الشيء، لكنه ما قدروا يخلون الشاشة تتحرك تلقائيا للعلة وتتبع الشخصية. رغم ذلك انبهرت انهم قدروا يخلون الشاشة تمشي بشكل سلس وتتحرك مع الشخصية، لان المعروف ان الاتاري قوته محدودة وما يقدر يعرض الحركة تلقائيا من الجانب. واغلب العاب المغامرات تكون عبارة عن صفحات متتالية، لكن في هاللعبة لا. بس مع ذلك راح تعاني شوي من طوابق العالية، وخاصة يوم تنزل منها وتطيح بالحفرة بالغلط. اما بالنسبة للرؤساء، عشان اكون صريح وياكم قدرت اوصل لروبوتريك لمرة واحدة، وكان صعب وغلبني بسرعة. حاولت اوصل مرة ثانية، لكن للامانة اللعبة مش سهلة ابدا، ويبالك تتعود عليها اكثر. على كل حال الرسوم باللعبة ممتازة بالنسبة للجهاز الاتاري،
وحتى موديل زيبي اللي شكله بالجيم بلاي تقول سونيك جيد هو الآخر. خلنا نتكلم عن الأصوات والموسيقى. أنا للأمانة منبهر من صوتياتها، أغلب المؤثرات الصوتية موجودة لكنها مرات تقطع الموسيقى للحظات، مش بالشكل مزعج، والألحان هي الأخرى ممتازة جدا. والغريب أنهم حطوا ألحان سونيك نفسها وما لحنوا ألحان من كيسهم. الألحان نفسها جدا جميلة وابدعوا فيها. هل هاك يراويك أنه ما في شيء مستحيل؟ وانتم بالله عليكم توقعتوا أنكم تشوفون سونيك على الجهاز الأتاري؟ لا طبعا. وحتى لو تناقشنا فيها بشكل عام بنقول على طول وبشكل تلقائي أنه مستحيل، لكن كريس قدر يسويها ويخلي لعبة 16 بت على الجهاز الضعيف نفس الأتاري. هل هاللعبة تستاهل تجربة؟ طبعا تستاهل، وانا اشوفها مسلية. لو هذه نزلت على ذيك الايام لسوت ثورة الصراحة. واللي يريد نسخة ملموسة بتحصلونها في بعض مواقع الشراء المعروفة، وانا عن نفسي حصلتها في ايباي. هذا طبعا في حالة اذا انتم من محبي التجميع. على كل حال شكرا على المتابعة وفي امان الله.